بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرأة هي زوجة الأمير أبي عبد الله، ورغم زواجها من رجل فضيل ومقاتل صالح، إلا أن طبيعتها الدنيئة ونفسها الخبيثة سولت لها الهرب مع رجل ليس من محارمها، وباتت في منزله. وبذلك صارت في حكم الزانية، واليوم سوف تتلقى عقابها على يد أخيها، أو من كان أخاها قبل أن يدخل في نعمة الإسلام. فلتبدأ أيها الشبل يا زينة أشبال الخلافة برجم من كانت أختك في الميلاد. ارجموا هذه الزانية حتى الموت. مخالف! مخالف! ساعدوني بيها السيارة. يلا 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 يلا. الله يسترنا من السيارات والمسيرة. لا تهتم، كل شي مخططين له صح. اطمئن اطمئن. Disciple 6, you're not clear to engage. I repeat, do not engage.